أمل حسابية بربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. وضع الرجاء الرياضي المغربي ضيف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقيا اللمسات الأخيرة قبل خوض هذه المباراة قراءة في أجواء استعدادات الطرفين. في تقرير مراسلنا في المغرب الأخضر نوالي. نادي أورلاندو بيراتس يحتفظ بالتشكيل الشامل كما بالطموح الشامل، يراهن على اللعب المفتوح ويروقه توازن الملاعب بلا جمهور مما يعطي لمعنوياته تمددا أكثر. مكونات النادي تقارب المباراة بذهنية احترافية. مستعدون جيدا لهذه المباراة، نحترم المنافس الذي يعتبر ناديا كبيرا ونحن واعون بما سيفعله. نتوقع ضغطا كبيرا لكن لدينا حظوظنا ونادينا أيضا نادي كبير. الرجاء البيضاوي يود الاستمرار في توهجه واستثمار تعادل الذهاب نحو الفوز. سيغيب عن التشكيل عبد الإله الحافظي، سند الورفلي ومحمد سبول. مدرب النسور التونسي لسعد الشابي يثق في توظيف الرقعة والحديث ذو طموح. الحاجة اللي فرحتني ياسر في الرجاء، وأنا رغم الإصابات الموجودة متاع لاعبين أساسيين، لكن اليوم عرفت أن ما فماش لاعب أساسي في الرجاء بما أن مجموعة كبيرة من اللاعبين على نفس المستوى. فالمباراة ما تكون سهلة سيرتو في الميدان ديالنا. الأهم هو ما يتسجلش عندنا الهدف، فاحنا خصنا نكونوا مركزين طيله المباراه باش ان شاء الله نهديو الفوز ونهديو التاهل ان شاء الله فريق الجمهور فريق الرجاء البيضاوي. الرجاويون يترقبون تجاوزا هادئا يكسبهم تطلعات حقيقيه اماما، العبور للمربع الذهبي من الديار كسب لقلوب الانصار وثقه فيما تبقى من مشوار. الاخضر نوالي بي ان سبورتس.